السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا النهار جيتكم واحد الوصفة ديال الحريرة سهلة، معناها يعني كل واحد كيعرف يدير الحريرة. أنا غادي أجيب لكم بواحد الطريقة سهلة. بإذن الله، أول حاجة غادي ندير البصلة في مولينكس، نقطع شوية باش دغيا تطحن لي. ندير تقريبا جوج بصلات، لحقاش غادي ندير واحد حريرة كبيرة. هادو غادي نخليهم حتى لبلاتي. وهنايا عندي تقريبا واحد الربطة بين قزبر ومعدنوس، نص نص، حتى هما غادي نديرهم. هاد الطاسه ديال مولينكس، وهنايا عندي تقريبا ثلاثه ديال الماطيشات كبار قطعتهم، غادي نديرهم حتى هما كذلك في مولينكس. غادي نرفد الكوكوت ديالي، ندير الزيت تقريبا ربع كاس هكا ديال الزيت. انا غادي ندير الداندون، يعني الفيلي ديال الداندون اللي قطعته هكا مربعات كبار، لكن تقدروا ديروا اللحم ديال البقري ولا ديال اللي بغيتوا ولا الدجاج. نزيد واحد المعلقه ديال التحميره، جوج معالق ديال سكينجبير، شوية ديال الإبزار، هاد معلقة ديال راس الحانوت، واحد شوية ديال الحلبة اللي نقيتها و كذا قزبر معدنوس. العدس نقيته مزيان و غسلته مزيان. نزيدو الخليط ديالنا اللي طحنا، نزيد واحد جوج قرفات، كما كتشوفوا زدت زوج يطرو ونص ديال الماء، حقاش غادي ندير واحد الحريره كبيره. اي فوالا، غادي نسد عليها، نخليها تقريبا 45 دقيقه ونحل عليها، ونزيد لها الحمص. كما قلت لكم انا عندي الحمص طايب، ما بقاش عندي هذاك الفازك في الكونجيلاتور، يعني درت غير اللي موفر في اللي طايب. احسن ديروا هذاك اللي تفزقوه ليلة قبل وتحيدوا له القشره وكلشي. انا ما كانش عندي، حتى بديت ندير الحيره وكلشي عاد شفت ما كانش عندي الحمص، ولكن دبرت على راسي بالحمص ديجا طايب. اي فوالا، غادي نسدو عليه ونزيدو واحد 45 دقيقة ونزيدو عليه الحمص والشعرية، المهم على حسب الذوق ديالكم. انا درت تقريبا واحد الحفينة. فوالا، غادي نسد على حريرتي ونخليها طيب. هي الحريرة ديالي،
هنايا غادي نزيد تقريبا 200 غرام ديال، لا 300 غرام ديال ماتيشة محكوكة. نسيت ندير الملح، غنديرو تقريبا دابا غادي نزيد الشعرية ديالي، غادي نزيد تقريبا لتر ونص ديال الماء، هانتوما نزيد الحمص لتر ونص زيت كما طايب. هنايا غادي ندير الماء والطحين، نديرو غير بشويه تدريجيا، هنا في المولينكس درت زوج كيسان ديال الماء وخمسة ديال الكيسان، خمسة ديال المعالق كبار ديال لافارين دقيق، وطحنتهم في المولينكس. طيب فوالا، بقالي واحد شوية منه، ما درتوش كامل لكن ديما كندير زياده باش الا ما قدنيش ولا شي حاجه بعدا يكون عندي نيشان. مي ما تبقاش الكشكوشه من الفوق، صافي الحريره ديالكم طابت، وكل مره حركوا. المهم كل واحد كيعرف يدير الحريره، كنوريكم غير الطريقه ديالي وصافي. كما كتشوفوا ما بقاوش ما بقاتش هذيك الكشكوشه من الفوق، صافي الحريره ديالي طابت كما كتشوفوا. دابا صافي غادي نعمرها في هذيك ديال الحريره، لا سوبيير ديال الحريره سوبيرا، غادي نحطها فوق الطابله وغادي تشوفوا معايا كي جات الحريره ديالي. ونتمنى من الله تكون عجبت لكم هذا الوصفه، يعني سهله مهله، واش تسخنكم في هذا البرد مع شي تمرات هكا مع دابا قرب رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. وغادي نبداو نديرو شباكيه وكلشي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. مهم هاد الوصفه ان شاء الله تكون عجبت لكم، وما تنساوش بارطاجيو مع العائله ديالكم مع الصحاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو بواحد الوصفه اخرى. السلام عليكم.